معلومات وحقائق عن الفنانة هيفاء عادل. تعتبر واحدة ممن يملكون بصمة واضحة في الحياة الفنية، سواء المسرح أو التلفزيون، بما قدمته من أعمال لها تاريخ وأساس عظيم، وتعد إحدى درر تاج الفن الكويتي ومن أهم وألمع أيقوناته. اقتحمت دنيا الفن عبر موهبتها مطلع ستينات القرن الماضي لتتفوق وتتألق. إنها الفنانة القديرة الكويتية هيفاء عادل. هيفاء عادل عبد الرحمن 65 عاماً، ممثلة ومنتجة كويتية من أصل عراقي، ولدت بتاريخ 2 يونيو عام 1955. وهناك معلومة تقول أنها ولدت في إقليم كردستان العراق شمال العراق لعائلة كردية عراقية، انتقلت منتصف السبعينات إلى الكويت. بدأت هيفاء عادل العمل الفني بعمر صغير، وتحديداً عام 71 ميلادي، عندما وقفت على خشبة المسرح لتقديم دورها في مسرحية ضاع الديك، التي كانت من بطولتها إلى جانب الممثل الكويتي عبد العزيز المسعود والممثلة الكويتية مريم الصالح. صورة الفنانة في كواليس افتح يا سمسم. كانت النقلة الفنية لها عام 81 ميلادي مع وقوفها أمام الفنان عبد الحسين عبد الرضا خلال مسرحية باي باي لندن، وذلك بترشيح من المخرج كاظم القلاف، وجسدت فيها ثلاث شخصيات هي وفاء وجانيت وفرانشيسكا. كما شاركت كموديل بالعديد من الأغاني المصورة ببدايتها مثل آه يا الأسمر مع عبد الكريم عبد القادر، ومن بعدها انتقلت إلى التلفزيون وجسدت هيفاء عادل العديد من الأدوار، ومن بين هذه الأعمال ابن الحطاب، إنهم يكرهون الحب، حبابة، ودنيا الدنانير، الدانة، العتاوية، وأحلى الأيام، وأيضاً إلى أبي وأمي مع التحية، الجزء الثاني، أبو دندن ورجل سنة 60، يوميات صايم، من يقتل الأحلام، كشف حساب، ونورة، وفاء، وسرى الليل، والديرفا، ومسلسل محمد علي وورد، وسبع أبواب، وأمي دلال والعيال. الفنانة هيفاء عادل مع الفنان داود حسين. في بداية حياتها الفنية تزوجت من زميلها الممثل أحمد الدرمان، ورزقا بابنهما الذي أسمياه صقر، ومن ثم أنجبا ابنة، لكنهما انفصلا بسبب خلافات بينهما. وتزوجت بعدها من المخرج نجف جمال الذي تعرفت عليه بسبب عملها في المجال نفسه. ابتعاد هيفاء عادل عن التمثيل. في عام 2004 لعبت هيفاء عادل دوراً في المسلسل التراثي الشهير سرى الليل للكاتب الإماراتي محمد سعيد الضنحاني وإخراج زوجها نجف جمال، وكان هذا آخر أدوارها قبل أن تقرر الابتعاد لفترة 6 سنوات لتعود وتفاجئ الجمهور بعودتها في مسلسل جفانات العنب عام 2011 الذي لعبت فيه دور شخصية مريم. لكن الجمهور لم يلحق أن يفرح بعودتها إلى الشاشة الصغيرة حتى غابت مرة جديدة ل8 سنوات كاملة، لتعود في عام 2019 عبر دور البطولة للمسلسل التراثي الديرفا، على الرغم من مرورها بفترة عصيبة ومرض كاد يؤدي بحياتها. في عام 2012 أصيبت هيفاء عادل بذبحة صدرية حادة بسبب التقلبات الجوية الشتوية. هذه الذبحة أدت إلى انغلاق في القصبة الهوائية وتعبت كل أعضاء جسمها حتى الرئتين، وتضاعفت معاناتها بعد أن أصيبت أيضاً بمرض الربو وأصبحت تتنفس بصعوبة جداً. وعانت هيفاء عادل كثيراً لفترة طويلة ولازمت السرير وبقيت حوالي الشهر في المستشفى.
وفي أيلول سبتمبر عام 2019 خضعت هيفاء عادل لعملية استئصال للمرارة في إحدى المستشفيات الخاصة في الكويت وتكللت بالنجاح. وحول غيابها الطويل عن الساحة الفنية، أكدت عادل أن غيابها كان مؤلماً للغاية لأنها عشقت الفن وأحبته، لكن غايتها كفنانة لا تكمن في التكريم في المهرجانات ولا التكرار والظهور دائماً في الأعمال الدرامية، ليصبح الهدف الكم وليس الكيف، بل إن هدفها هو إرضاء المشاهد واحترام عقليته وعدم تقديم ما يشوه ذهنه والاعتماد على إرساء الأسس والمبادئ في أعمالها. وعن فترة غيابها عن الفن، وإذا كان هناك من اختفى وغطى عنها، مؤكدة أنها في عملها الفني تهتم بشغلها فقط، أما بيتها فهو خط أحمر وهي بطبعها بيتوتية. أما على صعيد المسرحيات، في رصيد الفنانة هيفاء عادل عدد كبير منها حققت فيها نجاحات كبيرة، وهي شياطين ليلة الجمعة ويا غافلين وحفلة على الخازوق، أيضا الواواوي ومجنون سوسو وعريس لبنت السلطان وللصبر حدود وعزل السوق وتنزيلات يسوونها الكبار، إذا طاح الجمل، مضارب بني نفط، عذبيني. في عام 2012 كرمت هيفاء عادل في مهرجان الكويت المسرحي 13، وعبرت عن وقتها عن سعادتها قائلة: إنه جميل أن يكرم الإنسان وهو على قيد الحياة حتى يرى ما قدمه طيلة مشواره الفني في عيون الناس الذين قدم لهم ما يضحكهم وما يبكيهم سواء في التلفزيون أو المسرح. مسرحية باي باي لندن، وكانت عام 1981. الفنانة هيفاء عادل مع بشار عبد الحسين عبد الرضا. الفنانة هيفاء عادل في مسلسل دنيا الدنانير عام 1980. الفنانة هيفاء عادل في مسرحية ضاع الديك عام 1971.